وما زال عطائهم مستمرا حتى الآن. فتقديرا لدورهم وعرفانا بالجميل، احتفلت وزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم باليوم العالمي للمسنين بمقر الوزارة. بدأت الاحتفالية بافتتاح وزير التضامن الاجتماعي علي مصلحي معرض لعرض منتجات كبار السن من مشغولات وأعمال يدوية، ليتم بعدها تكريم 3 شخصيات عامة لدورهم الفعال في العمل الاجتماعي، وهم الدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتورة عائشة راتب الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية، والأستاذة ليلى بركات رئيسة جمعية مبرة المرأة الجديدة. ده ليس تكريم لكبار المواطنين، ولكن هو تكريم لكل مصري يعيش على أرض هذا الوطن، لسبب هذا حق لهم، ويجب أن نعطي هذه الحقوق سواء من أول الطفولة إلى النشأة إلى كبار السن. حسيت إن حياتي ما ضاعتش هدر، حسيت إن أنا عملت شيء وإن مصر بتكرمني. كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من كبار السن الفائزين في المسابقات التي تقام على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تكريم 5 من أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية. احنا سعداء به جدا، لانه اعد لينا الثقه في نفسنا والحب والعطاء، واحنا دورنا ما انتهاش والحمد لله، لكن ما زلنا بنعطي. والنهارده الدوله بتكرمنا، ودي لفته جميله جدا جدا منهم. احنا من امبارح بفرح وهنا وسعاده يعني، وانبسطنا انبساط ما يعلم بغير ربنا. تميز احتفال هذا العام بتكريم وزير التضامن الاجتماعي لشباب الخريجين المشاركين في برنامج جليس المسن، والذي أطلقته الوزارة من أجل توفير الرعاية لكبار السن ومساعدتهم. موضوع أن أنا أبقى جليس مسن، يعني حبيت الموضوع في البداية كبداية، وحسيت أن أنا هعمل حاجة ربنا بعد كده هيديني مثلا عليها ثواب. وأنا براعي المسن يعني تخيلت نفسي في مكانه، إن أنا مسيري هكبر وهبقى قد كده طبعا، فهو بيبقى محتاج إنك تبقي كويسة معايا، ومحتاج إنك تحسسين هو خلاص يعني مش يعني خلاص بقى يعني عشان كبر وعدى 65 فما بقاش له وجود، لأ فهو يعني بتعامليه بقدر الإمكان بحب وحنان وبتحسسيه بوجوده. إحنا عندنا الخدمة المباشرة، عندنا دور إقامة لكبار السن القادرين على خدمة أنفسهم وغير القادرين، القادرين ماديا وغير القادرين، وهي كثيرة ومنتشرة وبأعداد كافية. إن شاء الله سوف يفتتح معالي الوزير دور جديدة إن شاء الله، يعني بتبقى صالحة إن يستفيد بها المسنون. ليختم الحفل بفقرة فنية لكورال المسنين من نادي الزهور. احتفال الدولة بيوم المسنين أقل تكريم يمكن أن يقدم لكبار السن في ظل الصعوبات التي تواجههم مع تقدم العمر، وربما قد يكون تشجيعا لك، فيوما ستكون شيخ الغد، فلابد أن تعمل لمستقبلك. مروى عامر، 10 مساء. ومع اليوم العالمي للمسنين هنختتم الجزء ده. بعد الفاصل مباشرة هتكون مجموعة الصور الفوتوغرافية والتلفزيونية واللي ملتقطة بالموبايل لحادثة النزاع على مقر حزب الغد، الشجار الذي تحول إلى حريق في المقر وأصبح قضية تحقق فيها النيابة الآن. تكثيف الصور ده مهم جدا للمراقبة ولمعرفة على الأقل كيفية الصراع. 2، تكوين فكرة من هو المخطئ في هذه الحادثة. الحدث واحد، إنما في روايتين. رواية بيقولها أنصار موسى مصطفى موسى اللي صدر له حكم قضائي بأنه هو الرئيس الفعلي لحزب الغد واللي من حقه أنه يتمكن من المقر. الرواية دي بتقول إيه؟ بتقول ان هم كانوا في مسيرة سلمية تحت المقر، اعتراضا على قيام انصار نور بعدد من الاجتماعات اللي هم شايفينها اجتماعات غير شرعية. ثم فوجئوا بانه جميلة اسماعيل وانصارها بيرموهم من فوق بازايز المولوتوف، ازايز حارقة وازايز مياه غازية، وبالتالي احتدم الوضع. دي الرواية الاولى. الرواية التانية من اللي فوق، الناس اللي فوق اللي هم كانوا أنصار نور وجميلة اسماعيل ومن معها، بيقولوا احنا كنا قاعدين ولما لقينا المسيرة اللي تحت فيها نوع من العنف وتراشق بالألفاظ، كل اللي عملناه ان احنا قفلنا باب العمارة.
وإنما بدأ الناس المتجمهرة تحت ترمي أزايز البيروسول الحارقة أو تحاول تسيح القفل بالنار، وابتدوا يرمونا بأجساد حارقة لفوق، وبالتالي كان لازم نرد عليهم أو ندافع عن نفسنا. دي الرواية التانية. الحقيقة الصور اللي متصورة ملهاش أي علاقة بالناس اللي فوق ولا الناس اللي تحت، ولا بالفريدة ولا بالفريدة. الصور أخذت من ناس مرة في الشارع صوروها بالموبايل، الصور أخذت بكاميراتنا أو بعدسات مصورين فوتوغرافيا للصحف. دي للتأمل، مش بس للمشاهد ان هو يتأملها، كمان أستاذ صلاح عيسى اللي معانا على التليفون الكاتب الكبير يتأملها معنا ويعلق عليها بطريقته الخاصة. إنما اللي كان عايز يعرف الهتافات دي كان بتقول إيه، كان جزء من الهتافات بيقول تسقط تسقط إسرائيل، دي كانت واضحة. اللي ما كانش واضحة قوي اللي يحب الأمريكان يبقى ندل يبقى جبان، في إشارة لاتهام أنصار نور بالتعامل أو باستقوائهم بالخارج. وكمان كان في العديد من الشتائم اللي كانت عندنا، بس احنا يعني مراعاة للأخلاق شلناها لأنه فيها يعني السباب بالأب والأم. طيب معانا الأستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، أهلا بحضرتك أستاذ صلاح. أهلا بك يا أستاذ. لا أراكم الله مكروها في حزب. لا يعني الحقيقة واضح أنه يرينا كثيرا أرانا من قبل ويرينا الآن. يعني هو الحكاية دي برضو عامل زي حكاية ونش الأنفاق دي، يعني ونش مترو الأنفاق، لأنها أولا بتتكرر كل كام سنة، بعدين بالضبط ما حدش يعرف مين عمل إيه يوم إيه. يعني سبق قبل كده انه حصل احتلال للمقر حلالوبة بتاع حزب العمل في الثمانينات، وحصل بعد ذلك وقائع شبيهة بده في حزب الاحرار، وترمت اوراق ومستندات ومش عارف ايه، ومحاولة لاحتلال مقر الجريدة ومقر حزب الاحرار. وبعدين طبعا حصل اللي حصلت في حزب الوفد حضرتك بتسميها محاولات احتلال. يعني محاولات احتلال، مناوشات ما بين اطراف مختلفة. والحقيقة يعني ما طبعا الحزب الوطني لفترة طويلة جدا لعب لعبة ان هو دق الاسفين في داخل احزاب واحداث انشقاقات
فيما بينها بطريقة تستهدف انه يعني اللعب على التناقضات التي يمكن ان تكون موجودة داخل الاحزاب. طب وهم الناس اللي في الاحزاب دول مش عقلاء يا استاذ صلاح؟